بعدما كشف محفوظ قرباج رئيس الرابطة المحترفة عن إطلاق مناقشة وطنية موجهة للقنوات الخاصة للظفر بحقوق بث مباريات الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد، ها هو المشروع يتجسد على أرضية الواقع، والفائز هو مجمع الوقت الجديد الذي يضم القناتين جزير تي في وجزير نيوز. وجاء ظفر المجمع بحصرية الحقوق بعد دراسة هيئة قرباج للعروض الخاصة بالمناقصة التي تم إطلاقها شهر جوان المنصرم، حيث كان عرض مجمع الوقت الجديد الوحيد المقدم في تاريخه المحدد، وهو 9 جوليا، والتي رصدت له مبلغ 90 مليون دينار جزائري. إذن الاهتمام منذ البداية كان منذ سنتين، وتجسد من خلال تقدم بهذا العرض، وهو عرض محترم جدا بالنسبة لأول مناقصة. منذ البداية كان هناك اهتمام، كانت هناك متابعة، كان هناك حتى تحضير بالنسبة لربما في حالة الفوز بشرف نقل هذه المباريات. إذن إن شاء الله سنكون في مستوى ثقة الرابطة الوطنية وثقة الجمهور الرياضي الكريم. هي إذن نقلة نوعية في تاريخ البث التلفزيوني بقنواته الخاصة في شقه الرياضي، شق ما لبث وأن بات مصدر استثمار مربح ماديا ومعنويا بكل المقاييس مهما اختلفت المعادلات والحسابات. إنجاز القناتين جزير تي في والنيوز اللتان بدأت الاستعداد لهذه المهمة لقرابة 3 أشهر من خلال التجهيزات التقنية المرتبطة بالحدث، قد يصل مداه لحد ملامسة المحترف الأول بحكم العلاقة التي من الممكن أن تتوطد بينهما وبين المؤسسة العمومية مالكة حقوق بث مباريات الرابطة المحترفة الأولى من جهة، والتقرب أكثر من الأطراف الرياضية من جهة أخرى. خطوة أخرى تضعها قناة جزير تي في والنيوز على طريق الخدمة الإعلامية الرياضية في انتظار خطوات أخرى تقربهم أكثر من المشاهدين ومعها من الرياضة.